في مشاركتهم العاشرة في أسبوع الموضة في نيويورك، قامت كل من الشيخة نور بنت راشد الخليفة والشيخة هيا بنت محمد الخليفة بتقديم مجموعة نون باي نور لخريف وشتاء 2017، وقد شارك في العرض أبرز العارضات في عالم الأزياء. وأشارت الشيخة نور بنت راشد الخليفة إلى أن هذه المجموعة جاءت من خلال دمج التصاميم الرجالية والنسائية بتفاصيلها لتصبح عنوان المجموعة لهذا الموسم. بدورها أكدت الشيخة هيا بنت محمد الخليفة أنه تم التركيز على تطوير المجموعة مقارنة بما كانت عليه في موسم ما قبل خريف 2017 من حيث السلاسة والتحكم في الأقمشة بشكل مبتكر. هذا وتتضمن المجموعة ألوان متعددة تتماشى مع هذا الموسم، كما وتحتوي المجموعة أيضا على الأقمشة المزدوجة والناعمة بالإضافة إلى الفيرة والتطريزات المتموجة والتصاميم العصرية. وأبرزت المجموعة باقة من ملابس السهرة المنحوتة والتي تحمل في طياتها سحر الأنوثة والفخامة في آن واحد.